مشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. الأيام دهيت في العصر ده تقريبا يمكن من 20 سنة 30 سنة سمعنا حاجة كده غريبة، سورة النورين. أبص في المصحف فين سورة النورين دي؟ ما في سورة النورين. أخي مالك أهلا بيك. أهلا بك أخت فرحة. إيه حكاية سورة النورين ده؟ كل ما حد يطلع لنا بصورة جديدة ولا إيه؟ صحيح. لا في الحقيقة أخت فرحة، سورة النورين سورة جدا شهيرة منسوبة للشيعة، يقال بأن المصادر الشيعية كانت تقرأ في قرآنها سورة النورين. في الواقع نحن ندين لبعض المستشرقين في القرن 18 و19 بأن استخرجوا للنور سورة النورين. الذي استخرج سورة النورين للنور كان هو مستشرق فرنسي، وبالبداية كان سعيد يعني هذا الرجل بأنه اكتشف سورة مجهولة للقرآن وأصدرها مع الترجمة إلى اللغة الفرنسية. وهذه الصورة جزء من المقالة، الصفحة الأولى: يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالنورين أنزلناهما. طبعا في كان دراسة النص في سورة النورين موجود مع الدراسة الموجودة، ولكن بشكل عام الاستشراق رغم أني في البداية المستكشف كان سعيدا بهذا الاكتشاف، ولكن الاستشراق توصل من هذه المحاكاة للقرآن، أيضا تزييف لا شك فيه، يعني مش حقيقية. نعم المصادر الاستشراقية متفقة على أنها غير حقيقية. ولهذا السبب نحن أيضا نجد المصادر الشيعية تقول بأنها لا يوجد عندها في كتبها سورة النورين. على الأغلب هم صادقون في هذه النقطة، لابد أن فعلا هم صادقون لا يقرون في سورة النورين، ولكن المؤكد أن في دوائر معينة من الشيعة كانوا يعتقدون في صحة سورة النورين. ربما بعض التجمعات أو بعض الطوائف الشيعية الصغيرة كان لديهم في مصاحفهم سورة النورين، كانت موجودة على نطاق ضيق، وربما كان لغاية ما عند من كتب هذه الصورة. بس تعرف يا أخي مالك أني الصورة شكلها بالضبط كده كمحاكاة للقرآن بالضبط، يعني القرآن ده ممكن أي حد برضو يكتبه. يعني بالمناسبة نولدجي في كتاب تاريخ القرآن أعاد نشرة حقق وربط كل آية بآية في القرآن، وهو استخلص بأني احتمال يكون صحيحة، يعني بحكم أن لغته كانت جدا متقنة وقريبة من القرآن، يعني ما نفى جذريا احتمال أن تكون ما مال مع موضوع النفي ولا مال مع موضوع الإثبات. فإذا لدينا الصورة من المشكوك أنها من القرآن، ولكن أنا ما نقصد أن نحن أشرنا إليها في هذا البرنامج لأن نقول بأن المسلمون المتعصبون من أجل مبادئهم المتعصبة يختلقون أحيانا نصوصا قرآنية. طرقنا اليوم لموضوع النورين، وفي المرة الماضية أو في أحد الحلقات تطرقنا لموضوع سورة الولاية. فنقول بأن التعصب دفع ببعض المسلمين لاختلاق آيات ووضعها في القرآن، ولكن هذه الأمور اكتشفناها بفضل أني كان يعني تزييف لاحق. ولكن أنا أسأل السؤال، فيما مضى من 1000 سنة عندما كان الخلفاء في عز مجدهم وكان القرآن لسه غير مكتوب أو كان مكتوب بنطاق جدا ضيق، هل نعرف كم صورة دخلت وضيفت وكم نص دخل وكم نص لم يكن في القرآن؟ دي آخر حاجة بالنسبة لك؟ آخر حاجة ما عندكش تعليق تاني؟ فقط أنا اللي أريد أطرح السؤال، ما دام في ناس زيفت حفاظا على السمعة العقائدية لهم أو تأكيد للترسيخ العقائدي، فلابد أن نحن لدينا الآن في القرآن نصوصا أدخلت لغايات مشابهة ولكن لم نعرف أنها أدخلت، صار جزء من قرآننا اليوم. طيب شكرا أخي مالك. الكلام اللي قاله مالك فعلا لابد أن احنا ناخده في الاعتبار، أنه نسق الصورة ومنظر الصورة أي حد ما هوش حافظ القرآن أو أي شخص كده هيفتكر أن الصورة دي من القرآن. لكن اللي مهم في الكلام اللي اتقال دلوقتي، مين اللي قال المستشرقين هما جم جنبكم انتم يا مسلمين وقالوا لا ده صحيح شكل القرآن لكن دي صورة مزيفة؟ يعني بيقولوا الحق، عايزين يوصلوا لكم الحق، مش خدوا الكلام وطاروا وفرحوا وعملوا زي بقية الناس. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى ممكن القرآن في ناس يكتبوا زيه، وممكن كتير قوي صور دخلت جوه المصحف وانتوا عارفين انها ما كانتش ما تعرفوش انها من كلام محمد. شكرا جزيلا، نراكم في الحلقة القادمة من قرآن.